قبل يوم واحد من حفل تنصيب الرئيس. انتشار أمني مكثف مع بدء توافد الوفود المشاركة في حفل التنصيب، حيث وصل نواكشوط اليوم الأربعاء الرئيسان الغامبي والصحراوي إضافة إلى وفد أمريكي. ومن المقرر أن يكتمل وصول بقية الوفود مساء الأربعاء. الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولي شروقة قال إن حفل تنصيب الرئيس محمد ولي الشيخ لازواني سيحضره ضيوف من المستوى الرفيع، وذلك تثمينا لمكانته الدولية بفضل ما يقوم به من جهد محلي وخارجي حسب قوله. اختينا طمنكم عن جاي قدر معتبر من الوزراء ومن الوزراء الأوائي ومحيطنا كاملين، كافة المحيط ما بقي حد من موليجي إن شاء الله، وعلى مستوى عالي وفي وسط الإفريقي اللي إحنا فيهم واللي والعالم العربي اللي إحنا منه جاء عدد كبير، وذاك تثمينا لشخصية فخامة رئيس الجمهورية والجهود اللي قام بها من أجل موريتانيا من أجل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومشاركته البناءة في كافة المحافل الدولية. وأضاف ولي الشروقة خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء بنواكشوط أن جميع الشخصيات الاعتبارية في البلد ستقدم لها دعوة لحضور هذا الحدث. نعرف عن فيما يخص دعوة الناس، نعرف عن كافة الشخصيات الاعتبارية والمعنوية سيتم دعوتها. ووجهت الخارجية الموريتانية قبل أيام رسالة للسفارات الموريتانية تتضمن برنامج حفل التنصيب والترتيبات البروتوكولية لاستقبال الضيوف. كما اجتمعت الحكومة الموريتانية مساء الثلاثاء وأخذت صورة جماعية قبيل استقالتها المتوقعة بعد تنصيب الرئيس. ومن المنتظر أن ينصب الرئيس محمد ولي الشيخ لغزواني غدا الخميس لبدء ولايته الثانية والأخيرة حسب الدستور الموريتاني. وكان ولي الشيخ الغزواني قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمت في 29 يونيو الماضي بنسبة 56%.